يدخل بيليون سطير ميدان كرة في دار المدافعين نور الدين مرابط. يلا يا نور الدين، يلا يا نور الدين، العرضية لمسة يد وضربة جزاء يقول الحكم المالي. لمسة اليد موجودة وبالتالي الحكم المالي لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء، ومن سيتقدم للتنفيذ هو فيصل فجر. يا إما فيصل فجر يا إما عبد الرزاق حمد الله، واحد من هذين اللاعبين الآن سيتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء التي جاءت في الوقت المحتسب بدل الضايع. أعتقد بأن فيصل فجر هو الذي سيتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء. شوف الانطلاقة السريعة لنور الدين مرابط يرفعها بهذا الشكل، ولمسة يد حاضرة، نعم لمسة يد موجودة، وقرار سري من الحكم المالي بمنح المنتخب المغربي ركلة جزاء وفرصة للتعديل في الأنفاس الأخيرة من عمر يد المواجهة. على ما يبدو في تغيير آخر في صفوف المنتخب الغامبي. نعم سيكون الأخير لمنتخب غامبيا، وفيصل فجر إذن يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. من يخرج في هذه اللحظات مامادو دانسو. نعم هذا مامادو دانسو على فكرة، اللاعب اللي منح منتخب غامبيا نقطة التعادل في المباراة الأخيرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية لما لعبوا أمام منتخب الجزائر، طبعا في الجزائر العاصمة. الآن دانسو يخرج، يدخل لاعب موسى كامارا. طبعا هذا التبديل الأخير بالنسبة، المفترض أن يكون الأخير بالنسبة للمدرب البلجيكي توم. نعم لأنه يعني ندخل الوقت البدل الضايع. إذن موسى كامارا يدخل في هذه الأثناء، وفيصل فجر يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء أمام جوبي باريوس. جوبي اللي قلت حارس مرمى واريورس النيجيري أمام فيصل فجر. إذن فيصل فجر يتلقى الإشارة في هذه الأثناء. فيصل فجر يتقدم، فجر يتقدم، فيصل يضيع فيصل فجر. فرصة كانت واضحة لتعديل النتيجة لكن هنا يضيع. كان هناك نقاش بين فيصل فجر وكذلك عبد الرزاق حمد الله بخصوص تنفيذ ركلة الجزاء، إصرار من فيصل فجر على التنفيذ. شوف ردة الفعل لحارس المرمى، يمشي في المكان المناسب ويتصدى ليد الكرة. نعم كرة التعديل إذا تضيع في الوقت المحتسب بدل الضايع، الحكم الذي أضاف 4 دقائق. نعم مرت من دقيقتين. فيصل فجر في استلام هذه الكرة، يلعب أمامية لمن